يا الله صباح الخير. طبعا كيتي وويتي قاعد واستاذ حسين اليوم لابس زي الطباخ. وش راح تسوي حسين؟ ولولي خبرونا نحسن وحسن خوش عشان يروح يعرف شقته جنانه يزبل وهاي وصخ ويروح ما ياكل كلنا يسوون زين نظام ينظمون هذا نايم 24 ساعه نحسن فقررنا ايش سويت تعال هاي الباميه باميه عراقي خش الله مضوخ يشوفون ليش باميه لان هم يحبوها تم النوعين ابيض واصفر يعني اخذوا فول اخوي اشتريت هيك قلت شنو فلفل حار والله ما طيب نصب لهم معني واحد ومعني انا وتشتبه لا 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 حبي لا ماكو شيء يلا يلا حضرني وين كنت بس راوني راوني وين هم انضموا خليك خرب الحار ويلي شلون ايه يستاهل يستاهل حالك حسن والله هنا تشيز كامل مشتري يلا شباب خلي الويتي مثل خلي الويتي وكيتي يلا يلا شباب واحد تأكد منه وخاف يطلع واحد ويشوفني وأنا حطيت. أنا راح هذا مهسر هذا يشوفني الا شوية مالك هذا نايم وين قاعد بالليل هذا بالليل يلا يلا قاعد طلع لي الفيفا طلع لي وصوب له ونسني هذا اقول لك انا حسون اللي يصب صبوا على صب والله بس شوف الاكل شلون مداريهم لونين والله على هذا الاكل انا ماكو لو مو بالحرام ماكل شلون طيب استعبت في هذا الاكل حرموت هذا بس شوف 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 الجمال شوف ويلي صب 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 اطلع لك زلاطه لو من نحتاج من دلع زياده لسه في الدوايه زلاطه فواكه جاهزه حبه والله عصاير حتى ورق الحار خطيت شباب استعبت ابو لازم وراها شويه تبردهم لا احنا شو نسوي؟ انا ضميت الماي كله وضميت الدبس والعصير لا حتى من يحتاج هون يروح يشرب ماي من البول من الحنفيه يلا تمام يلا يلا بعد 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 راوي في الحار هاك تحبها هاك هاك في الحار بدك تتفنن وتخلي بيه بدك تتفنن تعال بدل ما هون الملابس مو بس مو نقعد هناك هنا خاف يا اخوي منا احنا شو؟ اي منا هم يلا لك لك هو خليت هذا نكهة حق المباريات ها نكهة وانه يكون المفروض تتون تخلي بالمرق تخلي بالمرق طبعا يلا يا الله ويتي ويتي راح اقول لهم ويتي 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 فما يفتن علينا راح يفتن ويلي صرت طيبة والله عاش ايدك هذه ترقص على غنية؟ هذا علام طالع. نصب الثاني. شو انت اللي اسمه كذا؟ راح اقعد الولد هذا. راح اشوف. فوق 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 هاي اللقطة ايه. اللقطة الشهيرة مال نصرت. لك هواي هواي هواي. يموتون هواي. هواي لك يموتون والله كاب لك لك لك. لو كوفي كوفي هاي ريموت ذا كلام طبعا والله هذا اكتشف اول مره اكتشف حسين حاقد الله لا ورط واحد بيده شو يقول خله يا الله يعني كميه هاي مبالغ بيها والله مو صاحي لك هذا كلام يموت تقبل علينا يا الله لك حتى شكله تغير والله بين بابا شكله مو موضوع وين عارفهم بالاكل اه والله صدق ما يفتهمون بالاكل طبعا جابوا الخبز عراق وصبون عراق جبت لهم كان صبوا لنا اربعه ليش ما سموها؟ يلا راح اقعد امسح لهم بابا هالحركه شنو؟ يشتهون ياكلون يشتهون ياكلون بابا راح اصيح لهم راح اصيح لهم انصب ملابنا حتى شنو؟ وظل قاعد منك حتى ما ياخذ مكاني وانت عجز لمكاني حتى ما يقعد هنا واو
راح الحركة شنو؟ راح الفش والحركة اللي يقوم حتى من هنا فيهم في الحارة يقعدون ما يلقون ماء ولا عصير راح أشيل عصير كذي ما بقى احنا ماي أصلاً ما عندنا بالبيت خلصان والله هذي راح أشيل أضمين حتى ماكو شيء شو ماكو شيء هنا بعد يلا عاشت يدك العصير راح ما تخاف ما تخاف أكل ماكو هذول العصاير كلها راح اضمن اظن هنا ويل لا لا هسه انضمن ها انا راح اضمن نعم هاي الثلاجه بصفه الثلاجه تضغط والله اقعد 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 ظل نسوي لك اكل احنا منا هناك قاعد هنا هذا مكان انا بارك الله فيك عاش ايدك حسوني عاش ايدك سريع سريع ها ويتي ويتي هذا مكان حسن تعال محسن ولا قد شلت انت شريت انت تسوي انت عاد روح بس باع كيتي وين قاعد ابو عكيت حسن باع كيتي وين قاعد روح شوف جهالك شوف مرتك عارف مرتك قاعد يلا شباب راح يبرد قاعد ابو على البيو قاعد هنا على البيو هذا الحلو اللي بيو بعد تونسوا بيناتكم انت وزوجتك يلا شباب انا هذا مكاني انا احب هذا هاي معونك كبير تحبه انا انا اكبر معك هذا ورا هذا ورا محسن بس خواشيك ما جبنا الله انا احب انتم الاصفر انتم الاصفر ايه نجمع كلنا يلا ناكل سويا اللي تمد ايدك قبل يجيك على احترم نفسك انت دومك بتفتي دومك تفشنك بهالعالم انت بسز يعني امي مد ايدك وشوف شو اسوي شوف والله مد ايدك بس مد ايدك شوف شو اسوي مد ايدك اخرب نفسك بالعظم بصوت انا سمعته انا سمعته والله طاقد يا محسن قد زعل يا زعل يا حياتي يلا كم تعال 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 هاك 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 حسن 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 بس ما اشك يا ربي اشك يا ربي لا عادي انا عقنا يلا رضا يلا 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 حسن كذا استاذ حسين كذا استاذ محسن يلا تعال حسين تعال استاذ حسن انا اسف يلا تفضل اكل تفضل ها ويت ها حبيبي ها لا شوف 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 شغله الاغنيه با الله هاي وين وين ايدك وين ايدك زعلان زعلان بس يا زعل لما ترد الصدق يلا ما ابي شيء ما ابي اسمع زعلان بس يا زعل لما ترد الصدق قبل المراره اجي شلون جاي اجي ركضني وين ارجعك قبل تفضل راح ناخذ صوره بس ابو على الورده حاطها هنا النص صوره صوره يا ولد يلا الصوره هذا فيديو 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 بس ابو على الورده الورده اللي مخليها هنا النص صوره ما ادري ايش احس شلونك طيب ان شاء الله شلونك يا حسن شنو شعرك شنو شعرك هاي بهارات هنديه تخبر انت مو تحب تعال بس انت مو تحب الحار حسن يحب الحار ما يتأثر عادي لكن قلنا مويه مويه على قرن مويه شوف بالثلاجة بكي تكو ماي لا ها محسين حسن شو مسوي ايش حاط الاكل حسين ايش حاط الاكل خوي بهارات هندية ما داعي نعاود هاي السالفة مثل بالك كويتي مايك والله حارة صدق محسن ها محسن عباس ها شو خطي هذا طرقه على لسانه محسن طرقه شو هذا عصير العصير وين ما قعدنا عصير ايش اريد منك حتى تنظف تغسل العصير وين ما ادري والله جيب لي عصير اطلب له من يمك سبيت اطلب له اطلب له اطلب له عصير اطلب له خطي والاكل ظل خطيه جو وتعبانين يردون تعال اكل تعال زعل راح يروح هذا راح يروح قوم راضي قوم قوم راضي راح يروح والله تعال 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 ايش فيك يلا بعد تعال تعال راح تزعل تعال مالك شيء على الدشرب اه يلا عاد روح يلا بس روح بس روح روح يلا روح لا خلاص يا عبار زعل لا والله ما زعل مالك مو هذا ما لا لا اكل حار وزعل المرقه المرقه ما بيها المرقه ما اكل المرقه المرقه ما بيها كل المرقه ما بيها ما بيها ما بيها بس ذا كل كل شنو كل اكل والله المرقه ما بيها يا ما حتسوي علاقه ذريتي والله ماكو شيء ماكو شيء ماكو شيء المرقه اكل كل لا لا ما بيها شكل ما شو السالفه اكل شنو خير صارت الامور تمام محسن عنده مشكله خطيه ان شاء الله صارت تمام
لوك لوك الغراض الشاشة 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 حسن الشاشة كيتي 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 خطي كيتي ليش يجي حسن ليش الله ما تخافه حالة حالة فول 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 حكونا مية حكونا كوب مجرم مجرم ولك شايف قبل فلام كارتان منضم الماي عن أخوه والله العظيم جلت بار ومهدين راح زعل زعل حسون حب يقول يا الله تعال مو على الله بس مجرم الماي بس شوف الجف مال ايد حسين مال حسن ضرب حسين صدق والله شرير شرير حتى بعد ما سوى مقلب بالعالم حتى التوب التوب بعد هو هسه هاي زردو ما يحرقها تعال شوف عباس من نظام العصار تعال تعال عطاف عليكم هسه عباس هو حتى شنو حتى تروح الحراره اللي شو اسمه الفور هاي جائزه شلون اجى معطوش احب الخوف يا زو ياكل ياكل من الحراره خطيه ياكل ياكل ترجع عسل اه سنحت تحبه بس مو في الطريقة يا بس هذا مو سبايسي ولك هذا جبته لك من واحد سوري قلت له اريده يفور هيك يكون يحرق المعده زين يعني في الحار والهند كله طقع ثاني والله طقع والله طيب تعصر